لازم يكون في تقييم لأداء الوزير كل فترة، لكن ما سيبوش طول ما هو وزير يعبث باسم مصر في المحافل الدولية وعاوز يوقف الرياضة المصرية، الرياضة اللي عرق فيها ناس كتير جدا قبلينا، مش احنا بس، قبلينا. ده لهم في رقبتنا دين لازم نحافظ عليه. ان ما كناش نعلي الرياضة في مصر فعلى الاقل نحافظ على اللي هم عملوه، لكن ما هدش الرياضة. الرياضة المصرية ما هاش طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد ما هو الا لعيب كرة. سؤال موجه النهاردة للسيد رئيس الجمهورية ومناشدة، مش سؤال، انا بناشده انه يجب تفعيل خارطة الطريق اليوم مش بكرة. كل يوم بيعدي مصر في خطر، واليوم اللي بعده في خطر اكبر. مش هننتظر، احنا كرياضيين تعبنا عشان نرفع اسم مصر، مش هنسيبها بالسهل، مش هنسيب اسم مصر يقع بالسهل. فأرجو ان القرار يطلع بمنتهى السرعة لتفعيل خارطة الطريق. المجلس ممدوح عباس السابق لنادي الزمالك هيعود لإدارة النادي بعد خطاب الفيفا؟ هذا ليس مجال الحديث الآن، لأن النهاردة يهمنا مصر، ما يهمناش نادي الزمالك ولا النادي الأهلي. احنا بنتكلم على الرياضة المصرية عموما. الرياضة في خطر، لما تصبح الرياضة في خطر لا مش هيكون فيه لا أهلي ولا زمالك، لكن احنا النهاردة بننشد صالح الرياضة المصرية هي اللي هيبقى فيها نادي الزمالك يقوم بالدور المنوط بيه، النادي الأهلي يقوم بالدور اللي فيه، لأن دي الدعائم، دول قلاع الرياضة في مصر. النهاردة هو بيحارب ايه؟ بيحارب قلاع الرياضة في مصر، وبيحارب الرياضة المصرية في اسم اللجنة الأولمبية، عاوز يقضي على الرياضة في كل مكان. هو ده الهدف اللي احنا جاي عليه السيادة الوزير؟ هو ده السي في بتاعه ان هو جاي يهدم؟ كفاية بقى، كفاية، زهقنا بقى، يعني الكلام تعبنا منه، عايزين فعل. ايه الخطوات اللي هتؤدي لاستقرار الوضع الرياضي في مصر مرة؟ أول خطوة هو قرار تطبيق خارطة الطريق عشان النفوس تهدى وكله يبدأ يشوف المسار، لأن ده هتبدأ تشتغل فيه، هدف هتشتغل عليه، لكن بالمنظر ده مش هينفع. انسى ان في رياضة بالمنظر ده. ادي كل رؤساء الاتحادات اللي كانوا موجودين وحضراتكم شفتوه، كل واحد عنده مشكلة مع الوزير. ازاي اتحاد عنده المنتخب بتاعه مسافر، عنده بطولتين اتحاد تنس الطاولة، عنده بطولتين دول للتصنيف بيتصنف فيهم، والوزير معاند معاه مش عاوز يطلع له القرار الوزاري. ايه ده؟ ايه العند ده؟ منتخب مصر انت ما تسافروش؟ طب اهو سافر غصب عنك يا سيادة الوزير. بقى منظرك ايه يا سيادة الوزير لما يسافر منتخب من غير امضتك؟ كفاية انك انت يعني خلاص، يعني انا مش عاوز اقول اكتر من كده، يعني احفظ على الباقية من احترامنا ليك. هل في ممكن يوم من الايام نرى الرياضة المصرية مجمدة؟ لا اتمنى ولا نسعى الى هذا، لا اتمنى ولا نسعى الى هذا، لكن اللي بيسعى الى هذا هو هذا الوزير. عشان كده احنا كلنا مجتمعين النهاردة علشان الرياضة ما توقفش في مصر. احنا مش مجتمعين علشان نجيب عقوبات، احنا بنمنع العقوبات. امنع الخطأ عشان ما يقعش عليك عقوبات. شكرا سعادة الوزير. في وزير يقول لك اللجنة الأولمبية أكذوبة، في وزير يشتم رموز مصر اللي في المحافل الدولية زي الدكتور حسن مصطفى، تشتمه وتسبه وتقول عليه كذا وكذا؟ طب الناس بره تعمل ايه؟ تقول عليه ايه اذا كان انت الوزير بتاع بلده وبتقول عليه كده؟ عيب. دكتور حسن مصطفى لا، ده يعني مش عاوز اقارنه بيه، عيب. لازم نحترم كبارنا، نحترم رموزنا عشان احنا نبقى محترمين الاول.